قصصي حياة في حروف تختصر، فاسمع الحكمة حرفا، إن بالماضي درر، إن بالماضي درر، قصص تروى وتحكى، عبرا فكرا ونهجا، شهدت لله ربا معجزات وسيار، معجزات وسيار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة بكلمكم عن قصص المطر في السيرة النبوية، بعض قصص المطر في السيرة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام كان يخطب يوم الجمعة، خطبة الجمعة، وهو يخطب خطبة الجمعة وقف له أعرابي من البادية وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال والمواشي الماشية، فادعوا الله أن يغيثنا بالمطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمطر: اللهم اسقنا الغيث. قال الراوي، راوي الحديث: ما كان في المدينة ذاك اليوم ولا غيمة ولا سحابة ماشي، فجاءت غيمة مثل سحابة مثل الترس، فغط المدينة، فنزل المطر. نزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وماء المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: استمر المطر أسبوع كامل، مطر ينزل على المدينة. في يوم الجمعة، الجمعة الثانية، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقام الأعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، ادعو الله تعالى أن يوقف عنا هذا المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. فتوقف المطر عن المدينة واستمر خارج المدينة، لأن حوالينا أيضا نحتاج إلى المطر، تحتاج إليه المواشي، تحتاج إليه الناس المطر. فكان مطر خير ورحمة، والله سبحانه وتعالى قال عن المطر: ماء طهورا، وقال عنه جل جلاله: ماء مباركة. فالمطر رحمة وخير وبركة وغيث ونعمة، الكل يفرح لما ينزل المطر، الصغار والكبار، فرحة تحم وبهجة تنتشر لما ينزل المطر، لأنه رحمة وبركة وخير على الناس، يفرح فيه الجميع ويستبشرون فيه خير. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام لما تعصف الريح يقول: اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها. وكان لما يرى المطر مقبل يخرج ويدخل وجهه متغير، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله، ما لك أراك تغير وجهك، الناس يعني يفرحون لما يأتي السحاب وينزل المطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لما ينزل المطر يسرع عنه ويفرح، لكن قبلها كان يخاف من شيء، يتذكر قول الله عز وجل عن قوم عاد لما قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد. هذه الريح التي هبت على قوم عاد وأهلكتهم كانوا يحسبونها في البداية مطر خير وبركة عليهم، لكن كان فيها العذاب. فالمطر يكون رحمة وخير وبركة، وأحيانا يكون عذاب ونقمة على من؟ على المخالفين، على العصاة، لأنهم خالفوا أمر الله، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يريهم عجائب قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المطر الذي هو فيه غيث ورحمة وبركة، وأن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على الضراب وعلى منابت الشجر وعلى الأودية وعلى الآكام. كان يدعو صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وكان عليه الصلاة والسلام لما ينزل المطر يسر يعني يكشف عن رأسه ويأتي ويجعل المطر يبل شيئا من جسمه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستبشرون خيرا بنزول الأمطار ويفرحون ويعلمون أنها من عند الله سبحانه وتعالى. أحسن القصص حياة في حروف تختصر.
في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر صلى بالناس الفجر، وبعد ما صلى قال للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: أصبح بي مؤمن بي وكافر بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالمطر من الله، نعمة من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر السحاب، هو الذي يأمر الرياح فتسير السحاب، فيسوق السحاب الرياح تسوق السحاب إلى بلد ميت، فأحيينا به الأرض بعد موتها. من الذي يحيي الأرض بعد موتها بالمطر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر الرياح والذي يحرك السحاب، كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نسمعه من توقعات لهطول الأمطار مراقبة لحركة السحب ومعرفة في هذا العلم وعلوم الطقس وغيرها، فهذا علم يدرس لكن لا ينسب إلى الإنسان الذي يفعل. حتى تلقيح السحاب والأجهزة التي وضعت للاستمطار فهذا علم من العلوم الإنسان يستفيد منها ويستثمرها، لكن أن تنسب لغير الله لا، الأمر بيد الله. إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. أحيانا يأتي التوقع من الأرصاد الجوية بأن منخفض يأتي وقد يقول إعصار أو عاصفة، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر جل جلاله أن يغير اتجاه هذا الإعصار وهذه الرياح وهذه الأمطار إلى مكان آخر. فالأمر أمره سبحانه وتعالى، ليس بيد البشر وإنما بيد خالق البشر جل جلاله. فعلينا أن نتيقن بالله ونتوكل على الله. حتى آبائنا وأجدادنا لما عندهم حساب الدرور 60 و100 و70 وما أعرف إيش، متعودين في هذه المواسم تنزل أمطار وفي هذه المواسم مواسم الرياح وغيرها، وكانت رحلاتهم البحرية، هذا علم أيضا من العلوم. لكن لا تنسب، ما يقال 60 أتت بالمطر، ولكن يقال الله جل جلاله أتى بالمطر في هذا التوقيت وفي هذا التاريخ وفي هذا، كما اعتاد الناس في السابق أن ينزل في هذه المواسم، مواسم الشتاء، مواسم الخريف وغيرها من المواسم. لذلك وجب علينا أن ننبه على هذا الأمر بأن الأمر بيد الله، المطر بأمر الله سبحانه وتعالى. فلندعو الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا انقطع القطر من السماء بسبب الذنوب والمعاصي وترك الزكاة والصدقات، فيأتي الناس ويجتمعون في مكان يصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، يدعون الله تعالى بقلب صادق بيقين المؤمن، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، فيستجيب الله دعاهم وينزل عليهم المطر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل حينما صلى الاستسقاء ودعا الله سبحانه وتعالى فنزل المطر، وصلى الصحابة من بعده وصلاة الاستسقاء. وإلى يومنا هذا حينما ينقطع المطر من السماء والناس يتأخر عليهم المطر ماذا يفعلون؟ يصلون صلاة الاستسقاء، أو حتى يدعون في صلاتهم وفي سجودهم وفي أي وقت يطلبون من الله أن يسقيهم، فالله تعالى قادر أن يسقيهم سبحانه وتعالى. ولما ينزل المطر ونستشعر هذه النعمة ونفرح هذه الفرحة، ينبغي ألا تخرجنا عن طاعة الله، فلنحافظ على الصلوات في أوقاتها ولو نزل المطر، إلا إذا كان يحول بيننا وبين المسجد وادي أو أمطار غزيرة أو خطر علينا، فالصلاة في الرحال تكون كذلك. نتجنب عبور الأودية، المجازفة في عبور الأودية. تقول أنا عندي سيارة دفع رباعي، لا، قد يكون الوادي غزير وقوي ويجرف السيارة بالدفع الرباعي وغيره، ولا أكبر منها، يكون وادي خطر على الإنسان يجازف، بل ما يعرض حياته بس للخطر، بل حياة الآخرين، بل حياة الذين يريدون إنقاذ الناس الموجودين في هذه السيارة وهذه المركبة. ويأتي هو يقول: لا، أنا بعبر، أنا عادي عندي سيارتي وأستطيع أني أعبر في هذا الوادي، فيكون خطر عليه وعلى الآخرين. لذلك وجب التنبيه وأخذ الحيطة
والحذر عند نزول الأمطار وتجنب كل ما يؤدي إلى التهلكة وإلى هلاك الناس. ونصيحة للجميع أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمطار، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى مبتهجين إليه بالدعاء أن ينعم علينا بالخيرات والبركات، ويجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة ويعم بنفع البلاد والعباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على الطاعة وعلى الذكر وعلى الاستغفار وعلى أعمال البر والإحسان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أزرع الخير أثار، أحسن القصص حياة في حروف تختصر، في حروف تختصر.